هنروح كمان كلام مهم جدا قاله الرئيس السيسي وابرزته كمان الصحف العالميه، قال انه لن يستمر في الحكم ثانيه واحده لو اراد الشعب المصري عكس ذلك. قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم، لو المصريين ما عايزين ما هقعد ثانيه في المكان ده ثانيه. هقول لكم ليه. مش انا بتكلم دايما على ان ربنا اتاح الحريه الناس تؤمن بيه او لا تؤمن؟ الاعظم الاكرم الاكبر اتاح للناس الحريه في اختياره او لا تختاره، وهو هيحاسبهم لان هو اللي خلق. انا بالنسبه لي ما اقدرش اسمح لنفسي ولا اقبل لا لكم ولا ليا ان انا ابقى موجود في مكاني ده رغما عنكم. ده مش هيكون، وده كلام مش كلام سياسة. طب ده كلام غريب على الناس اللي بتبقى عايزة تيجي تمسك في الحاجة على طول؟ صحيح غريب، بس أنا كده إن شاء الله. لأن بالمناسبة إذا كنت أنا أقسمت إن أنا أحترم الدستور والقانون وبحاول أعمل ده، بقول بحاول ليه؟ عشان لا أنفي عن نفسي الخطأ والنسيان، لكن المفروض إن أنا لا أزيف انتخابات عشان تحت أي اعتبار عشان أبقى موجود في الـ في الـ في الحكم. لا، أنا أقسمت بالله ثلاثة وأرجو أن يصل صدقي لو كنت أنا صادق. ده كلام محترم، وده كلام أو ده خطاب الدول الديمقراطية. الشعب إذا أراد الرئيس أو الحاكم يستمر، إذا لم يرده لا يستمر. ده كلام محترم جدا إن هو يصدر، يمكن نادرا لما بنسمع في دول خطاب زي ده يعني، فده شيء أعتقد إن هو محترم.